السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا جاي أقصد يعقوب. حدا منكم بيعرف وين ممكن لاقي؟ إيه طبعاً منعرف. تفضل عود تفضل. هلأ منبعت الولد ينادي لك لقله. شكراً شكراً كتير إلك. بس شو بدك من يعقوب؟ أنا بكون قرايبه ليعقوب. والله؟ بس على حد علمي ما عنده قرايبين. على كل حال رح ياخدك الولد لعنده. فهد تعال لهون، خد العم على بيت يعقوب على السريع. حاضر. تفضل يا عم. شكرا شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. والله غريبة، شايف طلع يعقوب عنده قرايبين؟ والله هيك مبين. ايه الله يكون بعون هالرجال لكان. على هالحالة بده يضطر يخبي مرته منه. من كل عقلك عم تحكي؟ على أساس يعقوب أحسن مثلا؟ ايه والله الاثنين ما بينطاقوا، أكره من بعض. بس ما تنسى أنه الزلمة بحب أبوه كتير، ما فينا ننكر. ايه أكيد بده يحب أبوه ويحترمه غصبا عن راسه، أبوه اللي اشترى له البيت وهو انصمد فيه، كيف بدك يا ما يحبه؟ شو متوقع؟ صحيح. شو وضع يعقوب؟ قلتك رح يدفع ديناته إلنا؟ طبعاً لا، شو عم تحكي؟ مو بس مديون إلنا، حتى للعصافير مديون. يعني بفهم، راحوا علينا المصاري؟ إيه، بس بتعرف ما فيني أقسى عليه كمان، ما فيني أقول غير الله يكون بالعون. آمين. عمي، هذا البيت. عن جد؟ شكراً يا أبني، تفضل عمو. تفضل هدول إلك. شكرا إلك يا عمي. ولو أنا لازم أتشكرك. الله معك. شكرا إلك. تفضل. بنتي أنا جاي أشوف يعقوب. دلوني لهون قالوا لي إنه هذا بيته. بس مين أنت؟ ولا ليكون بدك منا ديونك؟ لا عمي لا، نحن مفلسين، ما معنا ليرة، روح حصلهم من المحاكم. لا يا بنتي، لا دين ولا شيء، أنا قاصدكم مشان شغلة تانية. شو بدك منا؟ خلصني، شو بدك؟ شوفي يا نورية، العم عم يسأل عنك، انت اسأله شو بده. قول يا عم شو بدك مني. ابني كان المشوار طويل، خلينا نقعد نحكي. يعني معقولة نحكي على الواقف؟ ما كنت أفهم شو بده. خلينا نقعد. تفضل يا عم. ايه هات لشوف شو بدك مني. ما رح طول عليك كتير يا أبني. احكي بقى عمي.
أنا بكون بكون عمك. شو هالحكي هاد؟ انت عن شو عم تحكي؟ شي طبيعي تتفاجأ بحكي. استريح لو سمحت، استريح رح اشرح لك كل شي بعد اذنك. انا وصالح، قصدي انا ووالدك، ونحن صغار صار بيناتنا مشكلة واختلفنا شوي. يعني هو انزعج مني بسبب قصة، وصالح ما رضي يسامحني ولا بأي شكل، ومن بعدها ما عاد عرفت عنه أي شيء. بصراحة دورت عليه كتير بس ما لقيت شيء، اختفى تماما. تفضل، هاي هويتي، فيك تشوفها بعينك وتتأكد. صح، مزبوط هالحكي. نفس اسم العائلة ونفس اسم الأب. ثانية. تفضل شوف، هذا أبوك. مزبوط، هذا بابا. أها، هيك لكان. أبي ما قال لي إنه عندي عم من قبل. عن جد؟ يعني طالعني من حياتكم نهائيا؟ مو معقول، شلون ما قال لي هالشي قبل ما يموت؟ شو؟ صالح؟ صالح توفى؟ من 10 سنين. توفى؟ يا الله حبيبي يا أخي، ما قدرت حتى ودعك قبل ما تموت. شو عم بتحكي؟ ما عم بصدق شو عم تقول. وين كنت كل هالوقت؟ بصراحة كان الشغل أخذ لي وقتي كله يا ابني. أنا ما عندي حدا بهالدنيا، ما كان عندي حدا، بس من هاللحظة عندي ابن أخ. أنت هلأ قريبي الوحيد بهالحياة يا ابني، وما بدي غير أنه يكون إلي حدا هي آنسني ويكون معي بآخر عمري. الحمد لله، وأخيرا الله استجاب لدعواتي، أخيرا لقيتك ابني. ما قالك حدا بالدنيا مو هيك؟ لا والله، بس هلأ صار عندي. بالله شو كنت عم تشتغل؟ شو ما كان أي شيء بيصح لي. قصدي شو طبيعة شغلك بالتحديد؟ ما في شيء محدد، يعني كان شغلي حر، كنت اشتغل شو ما بيصير لي. أوه، يعني تقاعد ما عنده. شايف كان معي حق، هاد جاي مشان نساعده. حلو كتير والله، هذا الناقص. سمعينا نورية، قلي شو بدك منا؟ ما بدي شيء يا ابني والله، مرتي ماتت من سنة الله يرحمها، والله ما رزقنا بولد. شو كنت بتمنى لو كان عندي ولد؟ وأكيد بتمنى يكون بيشبهك تماما. شكرا يا عمي. تسلم يا ابني. وهي لقيتني، جاوبني بصراحة شو بدك؟ شو قصتك يا ابني؟ والله ما بدي شيء، أنا بس حبيت إجي أتعرف عليك.
وحابب أقضي عندكم فترة قصيرة. هلأ فهمت. ميت أهلا وسهلا فيك، البيت بيتك. أنا عندي شغل، رح أترككم وأم شوف شغلي. الله يوفقك يا يعقوب، الله يحرس ابنك وبنتك ما أحلاهن. تسلم يا عمي. وعلى فكرة الأكل كان كتير طيب يا بنتي، الله يسلم إيديكي. صحة وعافية. شكراً إليك، شكراً. حبايب قلبي صاروا شباب ما شاء الله. آخ يخلي لي إياكم، في أحلى منكم بالحياة أنتوا. لا والله لا والله. ما بدي عمك بهالبيت، حاسته قاعد على قلبي، وجوده عم يخنقني. يعقوب نحن يلا عم ندبر أمورنا، شو ناقصنا زيادة مصروف؟ شبك تحملي شوي نورية، بضل بالأخير اسمه عمي. تحملي شوي، ما بقدر زدته برا البيت. أصلاً هو اللي رح زدتنا برا البيت، بكرة بتشوف كلنا رح نصفى بالشارع من وراه. إيه فهمنا، بس اسكتي لك يومين، وأنا كمان مو عاجبني الوضع. تحملي يومين ومنشوف بعدين شو منعمل. تمام، بس مو أكتر من يومين. أما بتعرف إذا بضل أكتر من يومين، وقتها لا تلومني على الشيء اللي بده يطلع مني. تفضل عمي، الغرفة جاهزة. يعطيكي ألف عافية يا بنتي. بدي أسألك يا عم، أنت ما عندك ذهب لتبيعه مو؟ لا يا بنتي، ما عندي شيء الله وكيلك. والله إذا ما عندك ذهب اغسل بإيديك لكان، كنت قلي من الأول. شو هادية؟ لساته نايم؟ قوم يلا خلصني فيق. عم قلك قوم. عفوا. ممنوع حدا ينام لوقت متأخر بهالبيت. الكل بيفيق بس تطلع الشمس. قوم بقى يلا. حاضر حاضر، ليكني قايم. يا عم. نعم يا بنتي. يلا قوم لشوف، بدي فضي الطاولة. قوم، جاي عبالي اقعد هون. روح اتمشالك شوي، من اول ما اجيت وانت قاعد. ماشي يا بنتي، مثل ما بدك، رح اتمشى شوي. روح اعمل لك شي فتلة، مشى حوالين الضيعة، وبس ترجع بتكون خلصت تنظيف البيت. تماما. مثل ما بتكون. السلام عليكم. وعليكم السلام يعقوب. السلام عليكم يعقوب. وعليكم السلام يا عم. خير اللي شوفي. من وين بده يجي الخير منك؟ تعرف شو بدي. وبعدين معك امتى رح تدفع؟ بقرأ فرصة ان شاء الله. اخر مرة سألتك قلت لي نفس الحكي يعقوب، تتذكر مو هيك؟ اكيد بتذكر. اعطيني كمان شوية وقت. رح اعطيه 15 يوم وبعدها في حديث تاني. اذا ما دفعت رح تبيع بيت ابوك غصب عنك. المهم بدي مصاري. شو عم تحكي؟ طيب يلي بدك يا. تعرف قدي كان المبلغ ولا نسيت؟
ايه بعرف، 65,000 ليرة. هالحكي الشهر الماضي، والله هلأ حكي تاني. شو؟ بترجاك؟ الحق عليك مو علي، مو أنا اللي قلت لك إنه ما ترجع المصاري على الوقت. هيك لكان. ايه هيك، ولهيك اوعك تلومني على اللي بدي ساوي. هذا آخر تحذير لك يعقوب، المصاري بدي اياهم بعد 15 يوم، وإلا ما رح أرحمك. وبتشوف. والله إذا بتنقطع إيدي بده يستغل الدم النازل ويجي ياخده مني. ولك قديه حذرتك على أساس تشغل المصاري، روحتهم كلهم على الفاضي. حفظتك أنت وكذبك، لك أنت السبب بكل شيء. ليك ورح نخسر بيتنا كمان بسببك. كيف بدك تسدد الديون هلأ؟ ما عاد بحيلتنا شيء. كان عنا هالبيت مستورين فيه، وهلأ رح نضطر نبيعه. ما في مشكلة إلا وإلا حل، الله كبير. بنصحك تلاقي حل بسرعة، لأنه بلش صبري ينفد يعقوب. طلع عليه عم ياكل كأنه بعمره مو شايف الأكل، ما ترك لنا لقمة. صحة وهنا عمي. عقلبك يعقوب، إن شاء الله دايمة، الله يديمها نعمة. أنا بشوف مين؟ بابا جاب هاي ساعة البريد. يلا عن هالحالة. شو في يعقوب؟ قوموا أكلتوا وشبعتوا، يلا اطلعوا لعبوا. يلا. حاضر حاضر بابا. شو في؟ اسمعي، معنا أسبوع وإلا الزلمة رح ياخد البيت. كله بسببه. من وقت ما أجا على هالبيت ما شفنا الخير، وشو وش النحس. أنا؟ طيب أنا شو عملت لكم؟ ما عملت شي والله، بكفي وجودك. روح من هون، قعدت بما فيه الكفاية. اي عن جد، وانا ما عبي هالشي. كل شي صار معنا من لما فتت انت على هالبيت. رجع على المكان اللي اجيت منه بسرعة. بس والله انا ما عندي مكان اروح عليه. انتو اهلي ومالي غيركن، ملجأي الوحيد. يلا نزل كم دمعة، رح نشتهي اللقمة إذا ضليت هون. يا ابني والله أنت الشيء الوحيد يلي بقي لي بهالحياة. عن جد بدك تقلعني من بيتك؟ معقول هالحكي يا ابني؟ بترجاك ما تتركني، مالي غيرك. يعني ما عندك مكان تروح عليه؟ لا وغلاوتك. إذا هيك فيك تبقى هون كمان شوي. شو؟ لك بس هالزلمة. خلاص نورية. بما أنك رح تبقى معنا، رح تحمل مسؤولية معنا من اليوم ورايح، تمام؟
حاضر يا ابني، رح اشتغل. ألف الحمد لله، لسه فيني قوة وحيل وحياتك. ايه منشوف، لأنه إذا ما بتشتغل يا عمي رح اضطر خليك تمشي من هون. خلص ولا يهمك، اطمن رح ساوي اللي بقدر عليه. شكرا يا ابني. يعقوب، رايح اشرب مي وبعدين معك. لسه هلأ رح تشربت مي. يا الله شو هاد. لا يا بنتي، بقصد مضطر فوت شوي، فهمتي علي مو هيك؟ ايه ايه. نورية، بدي ارتاح شوي، كتير تعبت. قومي منفوت منشرب شي شغلة وبعد شوي منكمل، في شغلة كتير. تمام. ليش مسكر الباب؟ ما بعرف بنتي، الظاهر تسكر لحاله من الهوا. ايه روح على الأرض هلأ، في عنا شغل كتير. أنا شوي وجاية. يلا روح خلصني بسرعة. ماشي رح روح بنتي، رح روح. شوفي كمان، بعرف، خلص بعرف حفظتها. 10 أيام تمام تمام تمام، الله معك.
عمي؟ مرني يا ابني. بدي اسألك، ما أمنت حالك بعد كل هالسنين؟ لا والله يا ابني، ما عندي أي شيء. يعني حتى ما عندك لا بيت ولا سيارة؟ ولا شيء. بس دائما وأبدا بقول الحمد لله على كل شيء. مو هيك، أنا مو هيك قصدي. بس شوفت عينك وضعنا بالويل، رح ننزل برات البيت وما بعرف شو لازم نساوي. والله بعرف، بس يعني شو طالع بإيدي ساعدك يا ابني؟ ايه مو طالع شي، انت اجيت لهون مشان تلاقي مخدة تنام عليها. ليك ما اخباني شو عم بسألك، لو معك ليرة ليش لا تقطع كل هالمسافة لحتى تلاقيني؟ رح قوم امشي شوي وشم هوا نضيف. عمي شو يا ابني؟ رايحين على الارض بعد شوي، لا تتأخر. ولا يهمك، بشوفك اكيد. وين رايح هذا؟ بده يتمشى شوي. اهدي تركيه بحاله للزلمة. قلت بركي بيكون مع عمي شوية مصاري، بس وين؟ شوفت عينك. يعني سألته إذا معه مصاري وتهرب منك فوراً؟ يا رب، لك إن شاء الله ما يرجع. ألو، أنا حسان. اسمع، رح أعطيك مهمة خطيرة كتير، بس دقيقة. ركز، اسمع شو بدي أقلك. الله يرحمه كان يحب هالغنية. مين؟ صالح، كان يسمعها كتير ويحبها. بابا؟ معلوم، ليش ولا مرة قالك؟ لا أبدا، ما قال لي والله. غريبة. أنت وأبي احكي لي، ليش تخانقتوا؟ انسى يا ابني، وبلا هالحديث ما في داعي نفتح جروح قديمة. شو عمي؟ احكي لي القصة. يعني أكيد الشغلة كبيرة لحتى فرقت بيناتكم. ايه طبعاً، صالح كان يحب وحدة وكان بده يطلب إيدها كمان، بس هي رفضت. ليش؟ لأنه البنت كانت بتحبني وأنا وعدتها أنه اتزوجها. معقول ما حكي لك القصة من قبل؟ بعدين اللي صار، ترك البيت وراح وما عاد لقينا له ولا أي أثر. هيك لكان؟ ولا مرة حكى لك هالقصة؟ لا، ما قال لي إنه عنده أخ لحتى يقول لي هيك قصة. والله حقد علي كتير، تعرف قال كان ناوي يقتل حاله بعد ما راحت. تعرف لو كنت بعرف بوجودك يا عمي، تعرف شو كنت ساويت؟ كنت دورت عليك. عن جد؟ أكيد. يعقوب يلا على النوم، وانت روح نام يا عم. عفواً بس الكهرباء هون مو ببلاش. حاضر بنتي حاضر، يلا رح قوم. يلا عن إذنك عمي. تصبح على خير يا تصبح على خير. تسلم لي. قوم انت زبط تختك لحالك. ولا يهمك بنتي، تمام.
آخ يا يعقوب آخ. شو يا؟ أنت وعمك صارين صحبة آخر فترة؟ كان عم يحكي لي عن أبي. شو يعني تقرب منك بهاي الطريقة؟ أكيد ما رح تخليه هون للأبد ليحكي لك تاريخ العيلة. ما أنك شاطر غير بالحكي الفاضي. ليك لوين وصلتنا؟ إيه والله حاش تتوتري وتعيطي، ما تاكلي هم، رح مشي بأقرب فرصة إن شاء الله ما تطول هالفرصة. صباح الخير يا بنتي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك يا ابني. ألو كيف؟ ما عم صدق شو عم تقول. ماشي ماشي الله معك. شو في يعقوب؟ اتصلوا فيني من البنك. مو قالوا انه معنا اسبوع لندفع والا رح يحجزوا على البيت؟ مزبوط. قالوا لي طلع في غلط، طلع ما علينا ديون. انت عم تمزح يعقوب؟ شلون يعني عم بمزح؟ فهمني شلون هيك صار. تعرف انه انت ما دفعت شي وكانت الفوائد عم تتراكم، شلون هلا ما عاد في شي؟ ما بعرف هيك قالوا لي. يعقوب ليك ليكونوا غلطانين معك. ويكونوا، أنا شو فارقة معي إذا غلطوا هي غلطة؟ المهم ما عاد علينا دين. إن شاء الله ألف مبروك يا أبني. شكراً، والله خلصنا من واحد من ديوننا، لنشوف شو رح نعمل بالبقية. يعقوب ممكن يكون البنك مخربط، أنا متأكدة إنه حكمت ما بيخربط بهيك أمور. ما عم صدق، يعني بركي قالوا لنا عليكم دين. يا بنتي حاجة تفكري، إن شاء الله كل شيء رح يكون بخير. هالشي مستحيل يا عم، مستحيل نقدر نتخلص من حكمة بسهولة. ليك برجع بقلك يا يعقوب، هالبيت ما بينباع. وبالنهاية يا أولاد تزوج الأمير الأميرة الحلوة، وبعدين دامت احتفالات الزفاف 40 يوم وليلة وحققوا حلمهم وتزوجوا، وهيك منكون خلصنا. احكي لنا كمان يا عمو. احكي لنا كمان قصص تانية يا عمو لو سمحت. ايه احكي لنا كمان عمو. حاضر تعالوا نحكي كمان لكن. شكراً كتير. شكراً كتير. عمي حسان بدي لك شغلة، بحبك ومبسوطة لأنك اجيت لعنا. خلونا نحكي قصة تانية يلا لنشوف. وأنا بحبك كتير. اسمعوني يا أحفادي الحلوين، كان يا ما كان في قديم الزمان كان في طيب اسمعوا لكم. اوه طلع وين نايم هاد؟ نحن عم نشتغل طول النهار بالارض وهو نايم؟ العم نايم ولا عباله شي؟ كنت تعبان شوي يا بنتي، والله نمت بلا ما أحس. من شو تعبان بالله؟ طول الليل وانت نايم؟ لك رح تصير شايفة من التخت، بكفي نوم لهون وبس، ما عاد فيني اتحملك. استقبلناك عنا كم يوم وتماديت كتير. بس يا بنتي انا يعني مثل ما بتعرفي. ايه بعرف بعرف، اجيت لتشوف ابن اخوك. خلص فهمنا ليكك، اجيت وشفته واخرتها معك. كل يوم منقول بكرة بيروح، بس شايفة صار البيت إلك ونحن ضيوفك، ليه ما تحضر متحملتك؟ قوم قوم بوشك لعند الباب يلا.
بنتي لا تعملي هيك رجاءا. يعني طيب قليلي وين بدي اروح بحالي هلا؟ شو بعرفني وين بدك تروح؟ احكي لك شي كلمه يعقوب. يا عم مثل ما قالت نحن يا دوب مدبرين حالنا وعلينا ديون كمان، ما عنا قدرة نتحملك أكثر وما معنا مصاري. طيب ماشي مثل ما بدكن يا ابني، أنا لقيتك ولهلأ مو مصدق عيوني. اسمعني يا ابن أخي، بعرف إنه عندك مشاكل، بس مين ما عنده؟ أصلاً نص هالحياة مشاكل، هيك ماشي الحياة. بس القلب إذا كان صافي ما في شي بيقدر يهزمه أبداً. يلا يا عم يلا، حاش حكي فاضي، يلا روح روح اتفلسف بعيد من هون، روح دب اغراضك وانقلع. يلا روح يلا بسرعة. لك لساتك واقف؟ ألو رفيق، يلا تعال خدني بسرعة. تمام رح أمشي لنص الطريق وأنت بتلاقي لي هنيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. كاسة شاي. تمام يعقوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي شغل لازم روح خلصه. لا هو رايح لأنه أنا أجيت. خليك قاعد لا تهرب. أصلا ما عاد في داعي تهرب مني، خلص ما عاد في إلي ديون عليك. شلون هيك؟ شلون ما عاد في؟ ما عاد في عليك ديون. اللي مو أنت عمك حسان بيك؟ هو إجا ودفع كل شي عليك. كيف؟ شلون دفعون؟ هذا ما معه مصاري. لا وكمان ليش لا يدفع؟ والله أنا ما بيهمني كل هالحكي، أنا بيهمني المصاري. وينو عمي هلأ؟ أنا شو بيعرفني؟ كاسة شاي لهون يا ولاد. يلا فورا. يلا صار له 5 دقايق. نورية نورية فورا فورا، لا تسرعيني هلأ، تعالي شوف
في شبك عم تعيط. هلا ما في وقت لأشرح لك نورية، تعي بسرعة لعند موقف الباص. يعقوب شو في؟ ليش جبتنا لهون؟ عمي عمي طلع مو مثل مو نحن مفكرين. شو عم تحكي؟ احكي عن مهلك وفهمني. اوه شو بدي قلك؟ انا كم مرة بدي قلك؟ اوقات كتير المظاهر بتخدع، لا تكوني غبية، اصريتي تضلي هيك. طلع عمي احسن من اللي كنا مفكرينه. لك مين كان بفكر انه كل هالشي الحلو رح يطلع من هيك بني ادم؟ يعقوب كأنك عم تحكي بالالغاز. عمي يلي اسمه حكمت بيك دفع كل ديوننا. ما عم صدق شو عم تحكي. عمي يا عمي انت عيوني والله، بدي بوسك من بين عيونك. بترجاك تسامحنا على اللي سويناه معك. نورية احكي لك كلمة. ايه يا عمي بترجاك. عنك حسام بيك. رفيق انت قلت له شي ليعقوب؟ لا يا بيك. يمكن هلأ صاروا بيعرفوا إني بالحقيقة رجال غني كتير. أنا طول حياتي كنت بحلم يكون عندي عيلة حبة وتحبني، بس للأسف ومن فترة جاني أحلى خبر بحياتي، إنه وأخيراً لقوا ابن أخي اللي صار لي سنين عم أدور عليه. الدنيا ما وسعتني من الفرح، وأخيراً كنت رح أحصل على الشيء الوحيد اللي بدي إياه من هالدنيا، حضن عيلة دافي. بس لو قلت لكم من الأول إني غني كان ممكن تمثلوا إنكم تحبوني، مشان هيك خبيت الموضوع، مشان أقدر أعرف فعلاً إذا أنتوا عن جد عيلتي ولا لا. بس للأسف كنتوا خيبتوا لي أملي، ما قدرتوا تنجحوا بالاختبار. حاولت إني فهمكن ودلكن على الطريق الصح بس بدون فايدة. لآخر يوم بعمري ما رح أنسى هالجرح، ما رح طيب منه أبداً. بترجاك تسامحنا، تعال معنا على البيت، أعطينا فرصة تانية لحتى نكفر عن غلطنا. تعرفوا إذا خيروني بين سروتي وبينكن كنت مفضل أخسر سروتي وأربح حضن هالعيلة، بس للأسف من اليوم أكيد تغير هالشي. في عندي سؤال عمي، أنت دفعت لنا كل ديوننا؟ إيه. دفعتهم بالرغم من أنه عملناك بهي الطريقة؟ ليش دفعت عنا ديوننا عمي؟ يا ابني أنت حكيت لي كتير شغلات عن أخي، هالشي بكفي؟ عمي إذا هيك لا تخلي حبيب قلبك يزعل منك، تعا معنا ولا تخلينا نخسر هالعيلة واللمة الحلوة. كله بسبب دقيقة عينك، ما رح نطلب ولا قرش واحد من عمي. أنا بدي شغلة واحدة بس، إنه عمي سامحني على كل شيء، صلة الرحم والقرابة أمرنا كلنا فيها الله عز وجل، ونحن ارتكبنا ذنب كتير كبير بحق هالشي. خلينا نودعه ونستسمحه.
نترجاك تسامحني عمي. الله يرضى عليك يا ابني. رفيق خلينا نمشي يلا. حاضر يا بيك. رفيق. مور حسان بيك. مصاريف دراسة أولاد يعقوب تندفع كلياتها هيك لحتى يتخرجوا من الجامعة. حاضر يا بيك. وكمان بدي إياك تحط مبلغ محترم بحساب يعقوب بالبنك. قدي بتحب يكون المبلغ؟ 200,000 ليرة. تمام يا بيك. والأهم من هاد كله بدنا نعدل الوصية. هلأ رح نأسس جمعية، وهالجمعية رح تدول على عيال المتفرقة وتجمع بيناتهم. بدي ثروتي كلها تنتقل لهالجمعية. حاضر يا بيك. كل شخص منا دخل على حياته ناس وطلعوا وصاروا ذكرى بالنسبة له، بس هذا الشيء ما بيعني ابدا انهم ما مرقوا بحياته او اثروا فيه. يلا هلا بدنا نلعب. يلا يلا خلينا نروح نلعب. هاي طلعوا، اذا بشوفكن عم تلعبوا بالطابة هون مرة تانية رح كسر رجليكن، فهمتوا يا اولاد؟ استنى لسه ما بلشنا. ليك الوقح عم يرد جواب علي كمان. هلا بورجيك، استنى لوصل لعندك. تعالوا. بحياتي ما شفت حدا بيكره الطابة قد هالزلمة. لازم نلاقي مكان تاني نلعب فيه. لا شو رح نخاف منه؟ بلكي اجت الطابة لعنده. خلص انتو لا تقلقوا، الموضوع عندي. مرحبا رفعت بيك، كيفك؟ يا أهلين نورما خانم، شكرا لك. تفضل، أنا اشتهيتك بهي الفطيرة. شكرا كتير لك، والله عم تخجليني يا نورما خانم. شو هالحكي رفعت بيك، بزعل منك. الجيران لبعضها. لحظة شوي نورما خانم، بدي أسقي هدول الوردات. اي ما في مشكلة، خود راحتك. طيب أنا ما رح عطلك، بصراحة أنا اجيت كرمال استشيرك بشغلة، بلكي بتقدر تساعدني. زوجي الله يرحمه كان عنده بيت صغير بعد شارعين من هون تقريبا. هالبيت مستأجرته ست عجوز وعايشة فيه إلى سنين، والشهر الماضي وصلنا خبر إنه هالمسكينة توفت، ونحن هلأ بدنا مستأجر جديد لهذا البيت يا رفعت بيك. أخلي هذا الموضوع ببالك، أخبر رفقاتك ومعارفك بلكي حابين يستأجروا. شايفة كيف بلشوا يلعبوا نورمان خانم؟ عن جد مو معقولين. طول بالك رفعت بيك، لا تعصب، اهدى شوي، يعني هلأ ضغطك بيرتفع. كيف ما بدي أعصب نورمان خانم؟ مو شايفة هالمنظر؟ ليك خربوا الحديقة بعد كل هالتعبان وكسروا الورد كمان. يا رفعت بيك طول بالك، ما شاء الله الحديقة معباية ورود، حتى لساتها مثل ما تركتها المرحومة ميسر خانم. والله شي بياخد العقل، لا تحمل القصة كتير. ها شفتيهم بعينك؟ والله من الأول كنت عارفان رح يصير هالشي نورما خانم. طيب طيب رفعت بيك اهدى، خلص أنا هلأ رح روح. يلا بخاطرك يا بيك، مع السلامة يا خانم، بشوفك. بعد بعد روح من هون.
تستاهل كرمال ما تعيدها مرة تانية. الله يخليك، خلاص وعد آخر مرة منروح منلعب بمكان تاني. عن جد هيك؟ صدقتك والله. سامحني أنا بعتذر منك. وأنا بشو بيفيدني اعتذارك هلأ؟ مو شايف لك كيف كسرت الوردات؟ مو معقول. لو سمحت. لا بتشوف. يب هلا بتشوف والله لكسر رجليك. شو هالولد الوقح هاد بلا ترباية. بابا ريان، لساته مثل ما هو. صح، البيت لساته على حطة ايدك وما تغير، بس للأسف تغيروا الناس اللي فيه. حبيبي روح العب بالحديقة. يلا. ليش اجيت؟ هذا البيت مو بيتي كمان أبي؟ شو هالحكي؟ هلأ تذكرت أنه عندك أب وبيت؟ بابا لو سمحت لا تحكي بهالطريقة. ليش بالله؟ أنت قطعت علاقتنا من لما كانت ماما عايشة وما كنت ترد علي، ولما أجيت هربت من البيت، قعدت استناك على هالشباك. والله انتظرتك كتير على هالشباك يا ابني، كتير. بس أنت للأسف نسيت أبوك وأمك. مرتك قدرت تلعب بعقلك ونسيتك كل شي حتى أهلك. بابا لا تحكي هيك. ليش؟ لما رحنا نزوركم بولادة ابنك مرتك ما طلعت بوجنا حتى، وانت سكتت وما فتحت تمك بكلمة. اللي مبسوط هلأ؟ تستاهل تتخلى عنك كرمالها. بابا طلقنا من 3 سنين. عن جد عم تحكي؟ اي بدك صراحة، هي يلي تركتني. كان معكن حق. وشو مشان الولد؟ الحضانة معي، وأصلاً أمه ما بدها تربيه. لكن ليش ما أجيت وزرتني كل هالسنين يا ابني؟ صدقني ما بعرف كم مرة وصلت لعند هذا الباب ورجعت يا أبي، كتير كان الموضوع صعب علي. بعرف إني غلطت بحقكن. أبي أنا ما أجيت كرمال إلك هذا الحكي، أخذت قراري ورح إلك يا، وبدي أطلب منك طلب. شو هو؟ إجاني عرض شغل لبرا البلد. وين؟ بفرنسا. ورح تروح؟ أي أخذت قراري، رح بلش حياة جديدة أنا وابني بهديك البلد. حلو كتير، قلت لي رح تبلش حياة جديدة. طبعا روح مثل ما بدك، أصلا ولا مرة استشرتني بأي قرار بخص حياتك، على طول كنت آخر من يعلم. روح ابني، الله ييسر لك أمرك. بابا لا تعمل هيك، مفكر هالقرار سهل علي يعني؟ فهمني، وجودي مع بيرنا بنفس المكان عم يجيب لي وجع راس كتير. لهلأ هالست عم تتحكم بقرارات حياتك. لا بس أنا ممكن ما تجيني هالفرصة مرة تانية، لازم استغلها أبي، على الأقل بس بدي حاول. تمام، أنت أخذت قرارك ومشي الحال يا أبني. إمتى مسافر؟ بعد 2 أسابيع، بس في كم شغلة لازم روح وأعملهم قبل ما أنتقل. رح روح هلأ وبحاول أرجع بعد 10 أيام. والله شكلك مخطط لكل شيء يا أبني. هاد هو اللي صاير بصراحة يا أبي، أنا بحاجتك وبدي منك خدمة صغيرة. شو القصة؟ أنا ما فيني أخذ مينا معي هلأ، فيني خليه عندك هون؟ مستحيل، ما فيني أتحمل مسؤولية ولد وأنا بهالعمر. ليش أبي؟
مينا مانو صغير. وإذا خلص ابني اتركه مع حدا تاني. بس أبي أنا ما فيني أوثق بحدا تاني غيرك. مينا ابني رح نروح بابا؟ حبيبي نحن حكينا وقلت لك رح أضل هون لبين ما أخلص شغلي، بعدين رح أجي وأخذك. مثل ما اتفقنا لا تعذبه لجدك، ما بدي مشاكل أبدا. اتفقنا حبيبي؟ ماشي. شكرا كتير يا أبي، رح حاول أجي بأقرب وقت ممكن، رح أعطيه شنتايته. الله معك. تعال. ما في حدا غيرك؟ لا. شو صار؟ ولا شي. تشرب شاي؟ لا ما بدي. شو عم تعمل انت؟ تركه شو بدك فيه؟ هلا بتخربه. بتعرف قديش صعب لاقي القناة نفسها؟ كيف بدي لاقيها هلا؟ ليش هيك عملت؟ انا كيف بدي زبطه؟ من غير شي صاير ما عم شوف. ليش ما عم تشوف؟ انت اعمى؟ عم تتمسخر علي يا ولد؟ مو عيب عليك تحاكيني هيك؟ لك لوين رحت؟ تعال كل الفطيرة. كانت حلوة هالمباراة. إيه والله. لو تشوفوا شو عمل لما قطفت الورد. سرحان إجا أبوك؟ أبي أنا؟ كنعان وين كنت؟ كنت برا المدينة، عندي شغل. إيه تعال بس تفضل. تمام بشوفك. شو هالشغل؟ كذاب
وبلا مسؤولية. شو ما بيفكر بعيلته وولاده؟ غريب. معك حق يا حرام. ماما اجا بابا. مين قالك؟ مجد شافه بالسوق هلأ. شو عم تعمل؟ رح روح ماما هلأ، بس يشوفني ببلش اخلاق. شو هالحكي يا ابني، لوين بدك تروح؟ خلص ماما لو سمحتي خليني روح. لا يا ابني لا. بلا خليني روح لوين ماما. لوين بدك تروح يا ابني؟ ما رح خليك. بلا بدي روح. ليكو اجا. شو هاد؟ صوتكن واصل لآخر الشارع. تجي بالشهرين مرة وبدك تحاسبني كمان؟ خراسي، شو هالاستقبال المعتبر؟ رح بطل اجي لهون. ايه بلا ما تجي. خراس احسن ما اضربك. بنتي منار تعي لعندي. غبي، برافو عليك يا حبيبتي. لك رح تكسر الباب ولك؟ سنوافيكم الآن بآخر المستجدات التي حدثت على الصعيد الداخلي بعدما أصبحنا فاقدين للأمان والطمأنينة. شو مالك جوعان؟ أردنا مقتل أحد العاملين في مقر عمله بعد الانتهاء من دوامه. نقدم لكم أخبارنا من كل أنحاء العالم والبلاد. مجموعة من الشبان قامت بسرقة إحدى متاجر في سوق اسطنبول، وتمت ملاحقة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم من قبل رجال الشرطة. هذا وقد أكد المحافظ على أن مجموعة من السفرة جاهزة، تعال. يلا خلينا نبلش أكل، وانت ما أكلت الفطيرة كمان. ليش عم تطلع فيني؟ يلا كول. يلا كول طبخ. بس أنا ما بحب هالأكلة. البيتنجان؟ ايه والله البيتنجان كتير طيب، ليش ما بتحبه؟ لا ما انا طيب. يا ربي دخيلك، يعني ما رح تاكل؟ ايه يعني معقول تضلك بلا اكل؟ طيب عندك بطاطا شي؟ لوين راح الولد؟ بيكون عم يتفتل بالشوارع. هلأ ليجي رح علمه كيف يسكر الباب بهالطريقة وبيروح. شوف والله إذا بتلمس شعرة منه للولد رح أخده وروح من هالبيت، وبحياتك ما بقى تشوفه شنا. والله هيك صار الحكي؟ يعني ما حلك تنسي الأيام اللي قضيتيها بالشوارع مع ابنك؟ فيك تقلي شو الفرق يعني؟ خلص ما بدي أحكي قدام البنت. كيف يعني شو الفرق؟ قاعدة ومتستتة ببيتك وزوجك جنبك، مو مثل أبو ابنك بحكي لسه؟ من كل عقلك مفكر انك زوجي؟ لك انا يا دوب شوفك مره بالشهر، هذا غير الناس اللي اكلت وجنا وعم تطالب بديونه. سكتي وبلا حكي فاضي. لك والله سديتي لي نفسي. قال رح تاخذ الاولاد وتروح. مفكره رح اسمح لك؟ ليكي خدي ابنك وين ما بدك، بس اذا اخذتي بنتي معك رح لاقيكي ولو كنتي تحت سابع ارض، لهيك لا تحاولي تلعبي معي. هي بنتي كمان. وصل المحروس. اللي وين كنت يا ابني؟ انا هون ماما. لوين رايح؟ تعال كل شي. ما بدي امي. ان شاء الله عمرك تركيه، اصلا هالولد ما منه فايدة. ابني قلت لك تعال. شو انتي ما بتفهمي؟ عم قلك تركيه. هي 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 ولك فهمني انت شو طينتك؟ كيف بدي اكل وابني قاعد جوا وميت من الجوع؟ ما بكفي كل المشاكل اللي من وراك؟ خرسي احسن ما دعوسك تحت رجلي. ها ما بقى يهمني. خرسي
لا تعصبيني. بعد عنا، شو بدك فيها؟ خراس لا تتدخل، عم تفهم؟ تحمدوا ربكن هالبنت موجودة، لو ما أنا هون كنت رح زدكم برا البيت مثل الكلاب. بس لا تفكروا رح مرقة، حسابي معكم بعدين. بعدي من وشي. قلت لي بتحب البطاطا المقلية كتير مو هيك؟ ايه. وشو بتحب كمان؟ الشيبس. هاي بطاطا كمان. عن جد؟ طبعا. بس والله طيب كتير. يلا روح وقعد على الطاولة بلا ما يطرش عليك زيت هلا. يعني مطول؟ لا مو كتير. اللي جوعان؟ ايه جوعان كتير. طيب ابني اللي ما معك شي تاني تلبسه؟ بلا بالشنتاية. يلا لكان روح غير تيابك لبين ما خلص تحضير الأكل واجي. تمام. جدي هاي ستي؟ شو عم تعمل؟ هلا بتوقع؟ يلا رجع على مكانه بسرعة. ماما قلتك بيجي لسه اليوم؟ ما رح يرجع. ايه طيب خلينا نقفل الباب. لا تخاف، هي اجا وعمل اللي براسه، اكيد ما رح يرجع هلا. أمي قررت روح على مدرسة داخلية. مدرسة داخلية؟ شو خطر لك هلأ؟ رجع حكى معك بالقصة؟ لا ماما، بس هو عم يعمل كل هالشي ليخلص مني وروح من هون. إذا رحت بتخلصي من العذاب. مستحيل، أنا ما رح أسمح لك تروح على أي مكان. هو اللي لازم يروح. أنا آسف. على شو؟ بابا نبهني وقال لي ما المشي بلا إذن، بس أنا نسيت. آسف ما كان قصدي. طيب إيمت رح يرجع بابا؟ بعد 10 أيام. يعني كتير؟ شو القصة مليت؟ لا بس عم اسأل.
شوف، هذا اليوم وهذا بكرة. هلأ أبوك رح يوصل بخمسطعش شهر، هاد لما تخزق كل هدول الوراء وتوصل لهاليوم يكون صار الوقت. مو معقول جايين يلعبوا من وش الصباح، لك تقول عندهم دوام وهيك. هدول مو ولاد، هدول شياطين. لك على مهلكم شوي. انا ما قلت لكم لا بقى تلعبوا هون، يلا روحوا على بيوتكم لشوف. يا ربي دخيلك. صباح الخير رفعت بيك، كيفك؟ أهلين نورمان خانم. شو ليش معصب من الصبح؟ الأولاد زعلوك مرة تانية؟ خليني ساكت يا نورمان خانم، الوضع ما بقى ينحمل بنوب. كنت عم حضر الفطور هلأ ونزعولي مرائي هالولاد. مالك بالعادة تحضر الفطور؟ بعرفك ما بتحب تفطر بكير. إيه صحيح، هالمرة إجا على بالي حضر الفطور والله. أوه إيه ممتاز، لازم تهتم بصحتك ولا تنسى تاكل عسل كمان. على قلبك، شكرا. أها ومين هاد؟ أنا مينا. عن جد؟ ما شاء الله عليك حبيبي، أنا اسمي نورمان. مرحبا. حبيب قلبي ما أحلاك، ما شاء الله شو قريب من القلب. رفعت بيك؟ مين هذا الشاب الحلو؟ هذا ابنه لريان. آه
ريان إجا لعندك؟ والله ما عم صدق. طيب وينه هلا؟ والله سافر، عنده شغل ضروري وترك مينا عندي كم يوم. آها طيب ماشي، برجع بشوفكم بعدين. يلا لكان روحوا افطروا ما تتعطلوا. سلام، صحة وهنا على قلبكم. يا عيني في بسكليتة هون. اتركها ابني، اتركها وسخة. عطلانة؟ بجوز تكون عطلانة لأنه من زمان ما حدا استخدم. كان عندي وحدة لما كنت صغير بس انكسرت وتركه بابا ببيتنا القديم. منيح. شو هي الشجرة؟ هي شجرة خوخ. تعرف يا ريتها شجرة رمان بدل الخوخ. وليش رمان بالذات؟ لأني بحب الرمان كتير. عن جد؟ كمان يا ريت في شجرة تين، شو رأيك تزرع تين؟ والله يا ابني أبوك زرع شجرة تين بهالزمانات بالحديقة. هات هات أزة أزة شطوي العب خود خود هات هات أزة رح شوط. آه إذا رح تضل قاعد هون رح تضرب الطابة براسك كل شوي. بعد باردون. شو باردون؟ شو قصدك؟ ما فهمت من وين أنت إجيت؟ من هون. آه أنت الولد اللي إجا مع أبو مبارح، هلأ تذكرتك. ليش إجيت لهون؟ شو بيا ربك هالعجوز؟ عم تقول عجوز؟ إيه طبعاً. إيه أنا ابن ابنه. قلت لي أنت ابن ابنه؟ لك شو هالتخبيص؟ أنت حفيده يا غبي. أنت شو اسمك؟ مينا. شوف يا مينا، جدك ما بيحبنا بنوب ونحنا كمان ما منطيقه، لهيك اسمعني، انت ما فيك تلعب معنا بالحارة ولا تحكي حتى، ما فيك تنضم لعصابتنا، طبعاً ما حدا فيه ينضم لعصابتنا بلا ما ياخد إذني، خصوصي إذا كان وكالة مثلك. عم تقول وكالة؟ ما بيعرف كلمة حفيد، كيف بده يعرف الوكالة؟ بعتذر منك، ماني فاضي اشرح لك معنى الكلمة، بس اتذكر كلامي إنه ما فيك تلعب معنا ولا تنضم لعصابتنا. ماشي. يلا نكمل، كنا 3-1 مو هيك؟ ايه صح. ما فيك تحكي معه كمان. ليش؟ لأنه من عصابتنا كمان. يلا تعالوا نكمل. كنت رح سجل. يا ربي اجت مرة تانية عند الختيار، هلا حيخرب لنا الطابة. استنى، انت بدك تلعب معنا؟ ايه اكيد. لكن روح بسرعة وجيب لنا الطابة قبل ما يخربها جدك. يلا ماشي. العمى شو مضحكة. شو عم يعمل هاد؟ مينا فيني يلعب معكم هلا؟ أكيد لا. يلا كنا 3-1. مينا عم اندهلك، شو ما عم تسمعني؟ ها؟ معقول عم تلعب مع أولاد الشوارع؟ لا وبتاخد الطابة وبتعطيهم إياها كمان. اللي حابب الورود يتكسر وتخرب الحديقة؟ لا أنا ما بدي. سكوت بس، لا ترد جواب. مينا اسمعني، أنا ما بدي إياك تلعب مع هدول الأولاد أبدا. خلاص انتهينا، فوت لجوا. يلا انت شفت شو عم يعملوا هدول الاولاد؟ لك حسسهم رح يكسروا البيت فوق راسي.
ما قلت زعلني وتروح تلعب معهم؟ عيب عليك مينا. شو قل لك هذاك الولد؟ ما قال لي شي يا أخي. أنا ما نبهت عليكي لا تحكي مع الناس الغرابة؟ هلأ هاد غريب؟ أنت بتعرفي شي؟ لا. معناها غريب. مين هاد الغريب؟ ولد بيكون حفيده للزلمة صاحب الحديقة. ما في شي. كنعان؟ عم تستني حدا؟ مين بدي انتظر كنعان؟ ما بدق بابنا غير الديانة. لسه ما فتت على البيت وبلشتي نكد. بنتي تعالي تعالي حبيبتي. بعد عنا ليش واقف قدامها؟ ماني واقف قدامها، هي متخبية فيني لأنها خايفة منك. شو هالحكي الفاضي؟ ليش بدها تخاف مني؟ تعالي شوفي شو جبت لك. تعالي يلا حبيبتي يلا. برافو يا بنتي الحلوة. ما في داعي تقلقوا، رح تخلصوا مني عن قريب. شو ما انبسطتوا؟ لوين رايح هالمرة؟ روحة بلا رجعة. وين ما عم روحة يطالبوني الديانة. إذا بيشوفوني هلأ رح يخلصوا علي، لهيك لازم أهرب. طبعاً مع بنتي. مع البنت؟ شو صاير لك أنت جنيت؟ أكيد رح أخد بنتي. مفكرة رح أترك لك إياها؟ أنا رح روح مع بنتي. مستحيل، ما رح خليك تاخد بنتي. عم قلك اتركها. بعدوا لك اتركها. شو قصتك؟ إذا بدك إياها أعطيني مصاري. مصاري؟ من وين بدي اجيب لك مصاري هلا؟ بعرفك اكيد مخبيه هون ولا هون. يلا ما معي، ما في مصاري. نحن رايحين يا دوب نلحق. ما تخافي ما رح اتركك. قلبي قلت لك ايه بعد ابني. شوفي رح اعطيكي اخر فرصه، يا اما بتعطيني كل المصاري اللي معك او ما بقى تشوفي بنتك بحياتك. خلص رح اعطيك مصاري، الله ياخذك. خدون. بس هدول؟ ايه هاد كل شي معي. ما بيكفوا. المعنى انا واقع بورطة، ليش ما عم تفهمي علي؟ ما دخلني دبري حالك، واذا ما دبرتي رح اخد البنت معي وما بقى رح خليك تشوفيها كل حياتك. بعدي. مينا 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 شبك؟ ليش ما عم ترد علي؟ كنت نايم. طيب أنا هلأ رايح السوق، شو رأيك تجي معي؟ شو بدك تعمل بالسوق؟ ابني شو بيعمل الواحد بالسوق؟ بدي جيب شوية أغراض، بتجي معي؟ ما بعرف. طيب إذا ما بتخاف تضل حالك خليك، أنا رايح. تمام؟ بس أنا ما رح خاف. طيب مثل ما بدك، أنا رايح. رح أجي معك. Thank you.
مرحبا عمو رفعت. أهلين بنتي سناء، حابب تشتري شي من هون؟ ما بعرف. طيب شوف المكتبة وأنا رح جيب شوية أغراض، تمام؟ ما رح أتأخر شوي وبيجي. تمام. لكن أنتوا خدوا راحتكم، أنا بعد شوي بجي لعندكم، تمام؟ تمام، لا تأكل هم عمو رفعت. ماشي. مرحبا أنا سناء. أنا مينا. تفضل لجوا. في ريحة طيبة هون. ايه مزبوط، ريحة العطورات. شو حلو. اذا عجبك خدو، هذا هدية لإلك. شكرا إلك. اللي في شي عجبك كمان؟ شكلك بتحب القرطاسية. ايه باين. هدول الألوان حلوين، بدك تشوفهم؟ ايه. انا عندي علبة صغيرة لأشوف جدي هلأ. انت حفيده للعم رفعت مو؟ ايه صح. ايه شو حلو، ما خبرني جدك انك رح تجي. ما صار لي زمان هون. اهلا وسهلا، ورجاني جدك على صورتك وانت صغير من زمان، يعني ورجاها لجدي وانا كنت قاعدة معهم بوقتها. عن جد؟ ايه، وكان جدي عايش بهداك الوقت وكان مسؤول عن هالمكتبة، هو من رفقاته للعم رفعت. عن جد ورجاكم على صورتي؟ ايه ايه. ليش متفاجئ؟ لانه ما بيحبني كتير. بالعكس بيحبك، انت حفيده. ايه صح، بس جدي بضله عابس وكمان بعصب وبصرخ على الولاد بالشارع. قصدك على سرحان؟ ايه. قليلي كيف عرفتي؟ لانه سرحان مشاغب شوي، كل الحارة بتشكي من هالولد، بس هو ما انه ولد سيء. ليش هو هيك؟ ايه لانه زوج امه ما بيهتم فيه ولا بعيلته. زوج امه؟ ايه يعني ما انه ابوه الحقيقي. يعني هو مثل جدي؟ اكيد لا حبيبي. يعطيك العافية عمو. الله يعافيك بنتي، شكرا. عمو عود وريح لك شوي. ايه والله لازم، تعبت لانه جايب كتير غراض. قلت بما اني طلعت خليني اجيب كل شي ناقصني، بس طلعت هالصراحة. عندك هالحفيد القبضاي وهكلانهم بيحملون معك، لا تخاف. هدول اللي حبون؟ مو كلهم. هاي تمام، رح ناخدها. قديش حسابنا؟ خليها حسابنا هالمرة، اعتبرها هدية مني، مرة تانية باخد. اوه لا شو هالحكي بنتي، ما رح اقبل. قلي لي قديش حقون. ولا شي، انا حبيت مينا كتير وحبيت اعطيه هدية. طيب مثل ما بدك. يلا خلينا نروح، يعطيك العافية بنتي. شكرا عمو. شكرا كتير. ليك مينا، اذا شفت سرحان فيك تخبره يجي ويشوفني؟ تمام. تعال مرة تانية. ماشي. بدك مساعدة؟ خذها. ليك اجا، يلا يلا انتبهوا من القطار. أنا لقيت أول وحدة، شوفوا كيف شكلها. وأنا كمان لقيت هاي. إجا سرحان. إجا هداك الزلمة؟ لو سمحت فيني أقول شغلة للبنت وأرجع؟ إيه طبعاً ابني فيك تروح، بس بالأول عطيني هاد. إيه ماشي.
مرحبا مرحبا. قال لي أخي ما أحكي مع الناس الغربة. هلأ أنا بكون غريب؟ إيه لأني ما بعرفك. أنا مينا. أنت شو اسمك؟ منار. هاي تعرفنا على بعض. هلأ أخوك اللي كان عم حاكيني الصبح مو هيك؟ إيه. طيب بدي خبره شيء، قال لي لوينه هلأ. شو بدك تقله؟ قالت لي الخالة سناء خبره لسرحان يروح لعنده. قصدك سناء اللي عنده مكتبة؟ إيه. سرحان شوف هداك الولد عم يحكي مع أختك. هلأ بورجيه. أنا بحبها لأختي سناء كتير وهي بتحبنا، حتى عطتها لأخي هدايا كتير لما بلشت المدرسة، وكمان إلي عطتني علبة ألوان. شو قصدك أنت ما عم تفهم يعني؟ كأني أنا قلت لك لا تتعاطى مع بنوب. بس شو؟ كنت بدي أقول لك شغلة. شو بدك تقلي؟ قالت لي الخالة سناء خبرك تروح لعندها بس هيك. هي قالت لك روح لعندها؟ ايه؟ فيك تيجي وتخبرني ليش عم تحاكي منار؟ ايه لاني كنت عم اسألها وينك. قاعدين هنيك مو شايفنا؟ لا. لك روح مفكر حالك الحمام الزاجل، جدك عم ينتظرك. لا تحكي هيك، كمان قالت للخالة سناء انك انت حدا طيب كتير. كلامها صح، انا منيح بس مو كل الناس بتستاهل. بعتذر منك، ما فيني يكون لطيف مع الولاد الصغار يلي مفكرين حالهم شاطرين. بس انتبه انا ماني صغير. ليك قال مانو صغير، انت صغير ومكتر. يا عم قلت لك لا. استنى لحظة لقلك، إذا ما أنك صغير اثبت لي هالشي. كيف؟ كيف؟ نعمل مباراة. مو مباراة، بدنا تحدي بيناتنا. نتسابق. شو يعني؟ ركض. ركض؟ من كل عقلك مفكر إنك رح تسبقني؟ ايه. أنت في شي بمخك يعني؟ لا لساته متأثر بالضربة يلي أكل على راسه. حتى مؤمن بيفوز عليك؟ مستحيل. انتوا جاهزين؟ جاهزين. سباق بينتهي هون، يلي بيلمس الغصن بالاول بيفوز. تمام. ربحت. طيب اهدوا شوي، هلا ماشي حالك على المسافة القصيرة، رح نشوف بالمسافة الطويلة، بس هالمرة أنا اللي رح نافسك. بس هالمرة مستحيل تفوز على سرحان. ورجي اللعب على أصوله سرحان. جاهز لهالتحدي؟ ايه طبعا. ما تجيني عم تبكي بعد شوي. نصيحة مني استسلم لأنك مالك قد هالمرة. نوب ما رح استسلم. طيب رح نشوف. شفت الكلب هنيك؟ ايه شفته. رح نتسابق لهنيك. تمام؟ تمام. جاهز؟ جاهز. ثلاثة اثنين واحد انطلق. مينا سرحانة 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 سرحانة. شو عم تعمل؟ ما قلت السباق لعند الكلب؟ قلت لعند الكلب بس مو تقفز عليه. مين فاز؟ ما صار شي، ليش لحتى اجيتوا؟ أصلاً ما حدا فاز بالسباق، كنت رح وصل أم قفز على الكلب. لا مو صح هاد الحكي. بلا خطوة كنت رح أوصل، الحق علي اللي نفستك، حلالنا يا. أنت منيح؟ منيح. أنت اللي فزت مو هيك؟ صح. يا ربي، نزعت تيابي كمان. يا ربي على هالشغلة. مرحبا رفعت بيك، شو أخبارك؟ شو عم تعمل؟ كنت عم بفرط الرمان يا خانم، ليك نزعت قميصي. كنت حط شي شقفة على تيابك، ما كنت نزعت قميصك هيك. العجلة ما انتبهت ونسيت حط نورمان خانم. بقعة الرمان كتير صعب إنها تروح على الغسيل. اسمعني، إذا ما نطفت معك بعتلي القميص لإلي، على الأكيد بقدر نظفها منيح. إيه خلص لك عن، رح نحلها، لا تاكلي هم بنوب. جبت لك معي فطاير لحمة مشان تاكلهم أنت وحفيدك. يسلموا إيديكي، شكرا كتير. يسلموا. ها ليه
وبيك الصغير إجا كمان. ما شاء الله عليك يا حبيبي أنت، الله يحميك من العين. تعال لعند عمتك نورمان يا روحي، بوس إيدي لشوف. دخيل هالشبوبية، ما شاء الله عليه، الله يحمي. هذا طالع طب الأصل عن زغرة أبو. إيه صح، بيشبهه شوي نورمان. لا مو شوي يا رفعت بيك، طالع طب الأصل عن أبو. طبعا رح يطلع بيشبه أبوه، يعني مين بده يكون بيشبه مثلا؟ على كل حال أنا لازم روح، تارك طبختي على النار. ليش عم تعذبي حالك معنا نورمان خانوم؟ عن جد ما كان في داعي. ما في عذاب أبدا، نحن منضل جيران والجيران لبعضها. إذا ما نضف القميص معك بعت لي، لا تنحرج مني. يلا صحة وعافية إن شاء الله. على قلبك، شكرا نورمان خانوم. راحت هاي؟ راحت. شو صار؟ وشي عم يوجعني؟ أرصت لك خدودك مثل المقص. شو يعني جدي؟ شوف ابني، هون لما الناس اللي حواليك بيكونوا كتير حابينك بيعملوا هالحركة على خدودك، تمام؟ يلا تعال خلينا نقوم ننظف الطاولة مشان نجهز الأكل سوا. يلا. هاي رمان يا سلام، أنا كتير بحبه. استنى عمهلك، هلأ بتنزع إيديك وتيابك. شو هاد؟ هدول فطاير لحمة نية؟ ليش ما طبخوا؟ مطبوخ بس من جوا ني. بدي دوقه. فكرت انه الليلة الماضية خفت لحالك؟ لا. لكن ما بعرف ليش هيك خطر لي. من حس بهالهزة الخفيفة لأنه القطار قريب، بس لا تخاف، وخاصة بالليل من حس فيها بس بدون أي صوت. يلا لشوف، تعال على تختك. يلا. غطى منيح هيك. تصبح على خير. شو رح نعمل إذا رجع يا أمي؟ إذا رجع يرجع، هو بيعرف إنه ما في معنا مصاري حتى نعطي. شو رح نعمل إذا أجا حتى ياخد منار معه ويروح؟ لا بقى تفكر بالموضوع حبيبي، يلا نام. ما حدا رح يقدر ياخد أختك مني. غمض عيونك ونام حبيبي. شو صاير يا مينا؟ كمان خايف اليوم ابني؟ لا. يلا نام حبيبي، نام وخليني نام. يلا. Thank you.
شبك؟ ليش لهلا لحتى فقت؟ لاني ما نمت بالليل. ليش؟ كمان كنت خايف مبارح؟ لا، لانك كتير شخرت. لا انا ما بشخر وانا نايم. حبيبي انت مانك جوعان؟ لا انا بدي اسال وردات بالحديقه. ماشي، لا تبعد كتير من هون. ماشي ماشي. ايه لا تكتر مي على الورود احسن ما يموتوا. ماشي تمام. اخي؟ نعم. انت زعلان من مينا لانه مبارح فاز عليك؟ ومين قال لك انه هو اللي فاز؟ هو اللي لمس الكلب. استني هون شوي وبرجع. لوين رايح؟ شو صار؟ زعلت مني؟ خلص اسفه لا تروح. وين منار؟ ما بعرف، خليني روح. شو يعني ما بتعرفي؟ عم قلك ما بعرف. احكي ولك. امي امي لك وينها؟ امي قولي وينها. يلا احكي. ما بعرف ما بعرف. الله يلعنك. امي امي ماشي. امي تعال اشوف. سرحان امي بعد عن امي. منار وينها؟ وين منار؟ اترك ابني بحاله، روح اتركنا. الله لا يوفقك، عمل لك اتركنا. ما عم تفهم يا حقير؟ اتركنا. اذا ما دبرتي مصاري رح اخذ بنتي منار معي وامشي فورا. منار ما بدها تروح معك. انت خلاص خلاص. ما بدي اخلص. شو رح تعمل؟ هلا بتشوف شو رح اعمل. بكفي بكفي، خلص حل عنا بقى. رح زد حالي تحت القطار حتى اموت وارتاح منك. منار منار بعدي بعدي من هنيك. منار بعدي بسرعة. منار بعدي بسرعة. منار منار صار لك شي اختي؟ اخي خوفتيني كتير. ليش ما بعدتي؟ ما شفت القطار صار قريب؟ بلا شفته اخي. ليش ما بعدتي لكان؟ لحتى ارتاح. ترتاحي من شو؟ عن شو عم تحكي انتي؟ صرخت لك كتير بس ما سمعتني. وانت ليش تركتها توصل عند السكة؟ انا وصلت لقيتها واقفة بنص السكة، لحقت على اخر لحظة. برافو عليك، شكرا. بابا اجا. منار بسرعة. ش يا ولد طلع فيني. سرحان مرق من هون؟ لا راح لسه.
راح منار اختي. هلا رح نقوم ونركض بهداك الاتجاه، بأسرع معنا. ايه ماشي يلا. لوين؟ لازم نروح بسرعة، بس انت لا تخبر حدا. ماشي تمام. يلا منار كدي. مينا شوفوا هالمنظر، تارك لي المي مفتوحة وصار في بحيرة هون. مينا وينك انت؟ مينا وين رحت؟ أنا ابني هون. ها؟ انا هون. ليش ترك المي مفتوحة على الأرض ورحت؟ ها؟ ممنوع تمسك المي من اليوم ورايح، ممنوع تقول بدك تسقي الوردات. شو عم بصير هون؟ ليش الشباب الحلوين عم بيتخانقوا مع بعضهم؟ لا تسألي شو صاير نورمان خانم، هذا الولد فاتح المي على أول شيء حتى يسقي الحديقة، وراح اختفى وغرقت كل الحديقة بالمي والطين. على طول بصير مثل هاي الأمور، خلاص لا تعصب على الشاب الحلو. طيب إذا خانقته وعيطت عليه لساعة شو رح تستفيد يعني؟ يعني يا رفعت بيك، في شي مرة خطر ببالك إذا بتاخد هالولد شي رحلة؟ يعني على طول باخده معي على السوق. يعني بدك الصراحة يا رفعت بيك، روحة السوق ما بتكفي، خده على الحديقة، خده على المعرض الجديد مثلا، عم بيقولوا إنه فيه ألعاب كتيرة. ما بتحب الألعاب يا مينا؟ بلا بحب. يا روحي يا روحي يا روحي. شوف الولد بحب الألعاب، أنا هلأ راح عالسوق لحتى أجيب أغراض، إذا بتحب تجي معي يلا تعال وراح ورجيك وين بتكون الحديقة. طبعا إذا ما عندك ما نعرف عتبك. تمام. بس حاولوا لا تتأخروا، عم بستناكم. أنت لا تاكل هم بنوب يا جده. يلا مينا تعال معي. يلا حبيبي. تعبتي اختي؟ انا هلا رح روح على دكانة خالته سناء، يمكن نضل عندها الليلة. ماشي. لا تروحي على مكان. ماشي. خالته سناء. شوفوا صار شب وما بده يمسك ايدي. انا بدي فوت لجوا هلا، انت عود هون واستناني. ماشي تمام. يلا حبيبي. رفيقي مينا. منار. لا ما شو هالحظ هاد. لوين كان أبوك بده ياخدك؟ والله ما بعرف، بس أنا ما بدي روح معه أبداً، ما فيني أترك ماما وأخي كمان بشتقلون. هلأ شو رح يصير؟ ما بعرف، أخي عم يقول ما عاد فينا نرجع على البيت. وين راحت هالبنت؟ منار قلت لك لا تتحركي من مكانك، بدك يلاقيكي وياخدك. اجت لما شافتني. اي يا اخي. يلا ما عاد بدنا نضيع الوقت هون. لوين؟ مو مهم لوين، المهم ما نرجع على البيت. بس دقيقه. شوفي كنت رح اقول لك انه شو رايك تيجي على بيتنا. شو نروح لعندك؟ انت مجنون شي؟ تعرف شو ممكن جدك يعمل فينا؟ شو يعمل؟ بيقطعنا مثل ما بيقطع الطابه. لا انت ما بتعرف شو طبع جدك. كيف يعني؟ جدك ما رح يخلينا بالبيت ولا دقيقه، وحتى اذا قبل ما رح نضل. فهمت هلأ؟ انتي مفكرتيني غبي قدامك؟ عم احكي معك؟ مفكرة حالك رح تقدري انك تخبي بنتي يعني؟ ما رح يرجعوا لهون بالنهاية؟ بس يجوا رح اخد بنتي وخليكي تحلمي تشوفيها، واعملي شو ما بدك انتي وابنك لقبضاي.
أخي؟ أنا كتير جوعانة، إمتى رح تجي خالته سناء لهون؟ هلأ شوي وبتجي، اصبري لسه شوي. طيب بلكي بابا راح، خلينا نروح نشوفه من الشباك، ما فينا؟ فيني إذا كنت عم بشخر، ماشي؟ لا، أنت ما بتشخر. أخي قدران تشوف شي؟ بس دقيقة. هاد لساته هون. يا خلينا نستنى هون شوي. أوف أخي أنا كتير تعبانة. سكتي بقى منار، شو طالع بإيدنا نعمل؟ خلينا نروح على بيت مينا. شو؟ انت جنيتي يعني؟ نستنى برا بالحديقة على الأقل. نحن اجينا. اهلا وسهلا فيكم. لا تفتح الباب، ما رح نفوت، رح نستنى هون هلا جدك بيشوفنا. جدي نايم اساسا، تعالوا. لو سمحت اخي خلينا نفوت، انا كثير نعسانه. جدي ما بفيق، تعالوا. قلت لك لا منار. اخي لو سمحت. طيب بنفيق الصبح بكير، ماشي؟ ماشي. جدي نايم من زمان، يلا فوتوا. خير خير إن شاء الله. مينا؟ 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 شو عم يعملوا هدول هون؟ مينا عم بسألك، رد علي، شو عم يعملوا هدول ببيتي هون؟ بس دقيقة لا تصرخ. ليش لحتى ما صرخ؟ شو يلي عم يعملوا؟ فيك تفهمني؟ ماشي لا تعصب، رح نمشي بسرعة. لا ما تروحوا، لا تخليهم يروحوا، هلأ أبونا رح يشوفهم ورح يخطف منار. شو؟ يعني هدول الولاد هربانين من البيت؟ طلع فيني، إذا بدك توقعنا بمشاكل نحن بغنى عنا يا ولد. إيه؟ يلا عبيتكن، يلا أكيدي خلص، يلا امشوا قدامي، روحوا على بيتكن، يلا لا تجوا لهون، يلا على بيتكن، يلا خليهم عنا، شو رح يصير؟ يلا يلا على بيتكن، ما في مكان يروحوا عليه. ما في مكان يروحوا عليه، أبوه رح يخطفه بسببك. شو عملت أنت؟ هدول الأولاد ليش ما بتحبهم؟ حتى خالتي سناء بتحبها، ليش ما بتحب هدول الأولاد؟ فهمني، أنت حتى إلي ما بتحبني أساساً. ريان أهلين. بابا بابا يلا تعال، أنا كتير اشتقت لك، بترجاك تعال خدني، أنا ما عاد فيني ضلني هون، تعال بسرعة بترجاك. Thank you.
رفعت بيك؟ رفعت بيك؟ شوفي سمعت شو اللي صار مبارح مع جارتنا زهور؟ خير شو اللي صار؟ أولادها الصغار ايه؟ ما رجعوا على البيت ليلة مبارح. يا الله يا الله حرام، المرة جانن جنونة. يا ربي الله لا يقدر يكون صاير معن شي مو منيح. اسمعني لا تخلي مينا يبعد عن عيونك ولا ثانية وحدة، ماشي؟ ايه ماشي. يلا يلا عن إذنك أنا لازم أروح. لكنا وصلنا. يعني رح نضل هون؟ ايه بدنا نضل هاي الفترة. بس ما في باب لهذا البيت. لما تنامي رح سكر الباب بخشبة. مرحبا بنت سناء. اهلين عمي رفعت، كيف صحتك؟ طمني، مينا مو معك؟ لا أنا بدي أطلب منك شغلة صغيرة. خير شو صاير؟ في جيراننا عندهم ولد اسمه سرحان، تعرفي صح؟ إيه بعرفه عمو رفعت. في عنده أخت صغيرة كمان. إيه بعرف طبعا. طيب هنن إجوا لعندك لهون شي؟ لا شو اللي صاير؟ الولدين هربانين من البيت واختفوا. عن جد صاير هيك وإمتى؟ تعرفي وين ممكن يكونوا راحوا يا بنتي؟ هاد رح يكون بيتنا السري، لا تخبري حدا عن مكاننا ماشي؟ ماشي. ما حدا بيعرف هالمكان غير فاتح ومؤمن، وهلأ أنت صرتي تعرفي. عن جد ما حدا بيعرف مكانه؟ ويمكن حكيت مرة قدام خالته سناء. أخي كأنه في حدا جاية. أوعك تقرب. إذا قربت رح أضرب راسك بالحجرة. هاد عمو رفعت. استنوا يا أولاد، هذا أنا، لا تخافوا. ليش جيت لهون؟ يلا تعوا تعالوا. ما رح نجي، روح واتركنا. ليش لحقتنا لهون؟ رح تقلانا مثل هديك المرة. يا ابني اسمعني منيح هلأ. حمل لك روح يلا. ما رح روح من هون غير رجلي على رجلكن. حرام عمو رفعت. أخي أنت ليش هيك عملت؟ نوجعت عمو؟ ما رح تقدر تاخدنا من هون. مو جاي لحتى اخدكن على بيتكن يا ابني، اطمن. لوين لك كان بدك تاخدنا؟ اتفضل فوت رفعت بيك. هذا بيت صغير بس بيمشي الحال، يعني أكيد بده شوية تظبيطات وترميم. تمام، لما يتزبط ويتنظف رح يصير كتير حلو. رفعت بيك؟ لسه ما قلت لي لمين بدك هذا البيت؟ أنا بدي إياه للصغار الهربانين. مرق يومين كنان، شو عم ياكلوا ويشربوا الاولاد بهاليومين؟ ببوس رجلك خليني روح دور عليهم حتى رجعون على البيت. لا تستغبيني زهور، انت بتعرفي كثير منيح وين راحوا اولادك. عم تحاولي تخطفي بنتي مني؟ مرحبا. اهلين تفضلي. جيت حتى اخبركم اخبار حلوه، انا لقيت الاولاد. متأكدة لقيتيهم؟ معقول كونوا مخربطة فيهم؟ هلأ شفتهم عم بيأكلوا عند المخبز اللي بالسوق. أوف الحمد لله يا ربي. إمتى شفتيهم؟ هلأ هلأ وأنا جاية شفتهم هني. شكراً أختي.
مينا؟ نعم. بتحب تطلع على شي مكان اليوم؟ لا ما بدي. مينا؟ اليوم آخر يوم بالمعرض. رح تروح سناء معنا كمان. هاد البيت صار إلنا؟ استأجره عمي رفعت من خالتي نورمان. عمو رفعت إنسان كتير طيب. معقول يكون ناوي يخليهن يلاقونا هون؟ أمي أمي بنتي أمي بنتي أمي أمي ابني. ألف الحمد لله رجعت شفتكن بخير وسلامة. ألف الحمد لله. رح نطلع بالباص من هون. ماشي قعد هون واستناني، رح اشتري تذاكر وارجع. اتفقنا؟ خالته سناء. مينا ما انتبهت لك يا روحي، شو اخبارك حبيبي؟ منيح. انت كمان جايه معنا مو هيك؟ لوين؟ على المعرض. على المعرض. كنت نسيانه كل الموضوع يا ربي، عندي شغل ضروري كتير. يا الله وينه جدك؟ راح حتى يجيب تذاكر. طمني. لا على سرحان؟ جدي كان عم يدور على سرحان. ايه اجا الصبح وسألني من جديد، يمكن ابوهن رجع يعمل لهم مشاكل بالبيت. عندي شغل ضروري ولازم امشي. اتفقنا حبيبي؟ ابني بشو حابب تلعب بالأول؟ ما بدي ألعب. تعذبنا وجينا لهون كرمال تلعب وتنبسط يا روحي. طيب أي لعبة بختار؟ نقي اللي بدك يا. مينا لا. مينا مينا
مينا! جدي! مينا وين كنت حبيبي؟ جدي أنا ما شفتك، أنت وين كنت؟ رحت لحتى أشتري لك هذا الدبدوب. يعني عجبك؟ ايه كتير عجبني، شكرا جدو. ايه تعال لعندي يا روحي. اوه هاي كتير عالية. انت بتخاف من المرتفعات يا ابني؟ لا بس ما عم تقدر تطلع لتحت. فيني اتطلع من هون؟ تعال خليك تشوف. اوه تمام تمام يا روحي، لا تخاف ما رح يصير شيء، طمن انا معك. ولا مرة بحياتي لعبت هاي اللعبة. لا تخاف أنا جنبك حبيبي. جدي فيني أسألك سؤال صغير؟ سألني طبعا. خبرتني خالته سناء إنك كنت عم تدور على سرحان الصبح، خبرني قدرت تلاقيهم شي؟ إيه لقيتهم. عن جد جدو؟ طيب خبرني وين لقيتهم. هلأ قاعدين مع أمهم ببيت، مستحيل أبوهم يعرف مكانه أبدا. يا سلام. أوه أنا تعبت كتير. وأنا تعبت وجوعان كتير. ها في عنا جوا فطاير كتير طيبين، هلأ رح نسخنهم وبحضر لك أطيب عشاء. إلي يا جدو؟ إيه إيه بعتتهم اللي بترص لك خدودك. يلا ها ها يلا. هاي القطارات لوين رايحة؟ رايحة مكان ما بده لمقص. مقص شو هاد؟ قصدك لعند عمته نورمان؟ لا لا مو هيك، المقص بالحقيقة يا ابني بيعني شغلة تانية تماما. الناس اللي بتحدد اتجاه القطارات نحن منسميهم لمقص. عم تقول لمقص؟ يعني لمقص بسوق القطار؟ لا السائق هو اللي بسوق القطار، بس ما بيقدر يلف القطار بأي اتجاه، هو بس بيضل لاحق القضبان والسكك. طيب شو بيعمل لما تنقسم المسارات لقسمين؟ بهذا الموقف بالضبط بيكون المقص هو المسؤول، بيحدد بأي اتجاه لازم يروح، وبيحدد على أي قضبان وسكك لازم القطار يكفي الطريق. يعني هذا الشخص من برا القطار؟ صحيح شطور. مو بس بسكك القطارات، كمان بحياتنا العادية في كتير مقصات، أشخاص بيدخلوا على حياتنا هيك فجأة وبيغيروا كل الطريق اللي قلنا عليه. جدي رح نعمل طائرة ورقية بكرة، أنت وعدتني. حاضر رح نعمل. هل سيتمكن مينا البطل الشجاع من تحويل العقوبة القاسية ضد جده إلى هدف؟ يلا بدنا تشجيع بدنا تشجيع. شوت يا ربي. الوضع كتير حرج جمهورنا العزيز. شبك يا ابني لوين رميتها؟ يلا عيدة. لا تخاف عمو رفحات، أنا رح أعلمه شوت الطابة. مينا جرب من جديد، بس هالمرة شوطة برجلك من فوق. رح أشرب مي وأرجع. طيب. ماما معلش تعطيني كاسة مي؟ ها
حبيبي ما ضل مي، فيك تروح تشرب من الحنفية. طيب وين الحنفية؟ هنيك حبيبي على اليمين. حبيبي سرحان وبطريقك عبينا هذا البريق. ايه تمام. ما شاء الله عليها الولد شو قد حاله. ابني كبر على بكير، وفوق هيك يا ريت عاجبه لأبوه. آه يا ريت. على كل حال الحمد لله أنكم قدرتوا تخلصوا منه. الله يبعده حتى عن أعدائي. آمين. ضربه بقوة. ابني لازم تشوط الطابق برجلك من فوق. بنتي تعي لعندي. أمي. بنتي تعي لهون. أمي. وانت كمان هون يا ختيار؟ حسابي معك كبير. كنعان 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 اتركه، شو بدك فيه هاد رجال كبير؟ اصلا ما بدي منه شي، انا ما بدي غير بنتي. تركي منار بحاله. لا تتركيها، لا تتركي منار، لا تجي يا منار، ما رح يقدر يسوي لي شي. لا تخافوا لا تخافوا. متأكد؟ ايه. جدي يا واطي، اوعك تفكر تلمس ابني، اوعك بعد عنه. كنعان اترك الرجال بحاله يا مجنون. ابني ابني بترجاك زت السكين من ايدك، هلا بتصير جريمه. انت اسكتي يا كذابه، كلكم خدعتوني وضحكتوا علي، فاكريني رح سامحكم على هالعمله؟ اعطيني بنتي هلا، رح اخذ منار وامشي من هون، غير هيك ما في حل غير اني اقتل هالختيار. دلي يا شيطان، مفكرني رح خاف منك يا بلا شرف؟ دلي. ما رح ازعل منك يا اختيار الجن، لانك كلماتك الاخيره. عمو رفعت. شو قلي انوجعت؟ ها انوجعت مو؟ شو قلي توجعت؟ ما رح تقدر تعمل شيء، اتصلوا بالشرطه بسرعه. ابني يلا بسرعة دقوا للشرطة. اتصلوا بسرعة بالشرطة. حطهم منيح ابني، وخود هي كمان. ضبيت كل اغراضك وهي كمان. نسيت تضب المروحة. لك كيف نسيتها؟ بابا حبيبي. اشتقت لك كتير يا بطل. وأنا كتير اشتقت لك بابا. بابا أهلي فيك ابني. كيفك يا أبي؟ عذبك مينا؟ طمني. شو هالحكي؟ مينا ما عذبني ابدا. بابا فينا نضل هون كمان شوي؟ لازم نمشي يا ابني، عندي كتير شغل ضروري. بابا بس لسه منار ما اجت. عن جد بدك تمشي هلا؟ مين هي منار؟ هي رفيقتي، انا لازم اشوفها قبل ما امشي من هون. شوف يا بابا شو كمان رح ورجيك. جدو عمل لي طائره ورقيه كتير حلوه. عملت لي طائرة ورقية لما كنت صغير. ايه. من اول يوم انقطع الحبل وطارت. مو هي الشغلة الوحيدة اللي طارت وبعدت يا ابني.
لسه ما اجوا. لا تاكل هم يا ابني، هلا شوي وبيجوا، يمكن عندهم شغل او واجبات، مو هيك ريان؟ يلا مينا، يلا حبيبي يلا، خليني اخذ لك صوره مع جدك. يلا تعال تعال جنبي، تعال. دقيقة دقيقة، ما قلت تصوروا بلانا؟ ليكن اجوا. قلت لك رح يجوا هلا. عمو ريان رح صورك معهم. ايه يلا. طلعوا الصور كتير حلوين. ورجيني. عن جد كتير حلوين. بابا شكرا كتير لانك اهتميت بابني. بالحقيقة انا اللي لازم اشكرك يا ابني. ليش؟ بدي اشكرك على هالترباية ولانك حطيته عندي وخليته يملي لي حياتي. بابا حبيبي. بابا لا تحكي هيك، حكيك هاد بيعذبني كتير. انا بعتذر لاني غلطت بحقك، انا اسف ابي، سامحني. بصراحة انت اللي لازم تسامحني يا ابني، انا عن جد كتير كنت قاسي عليك وعلى امك الله يرحمها، كتير كنت قاسي. بس حفيدي ورجاني الحقيقة بعد هالسنين، علمني كيف لازم يكون الحب. كنت مفكر حالي الصح وغيري هن الغلط، بس حفيدي أثبت لي إني كنت غلطان، علمني درس بحياتي ما رح أنساه. بابا تعالوا روح معنا. لوين؟ على فرنسا. معقول بدك يعني روح على فرنسا يا ابني؟ وليش مو معقول؟ ابني ما فيني أترك بيتي وأترك حديقتي وروح. شو رح يصير يا أبي؟ بس كم شهر ورح ترجع. شوف بنص الشهر عندي إجازة، من هون لوقت أفكر نجي لهون ومناخدك معنا، اتفقنا؟ خلص رح أفكر بالموضوع. ريان طلع فيني لشوف، يا ترى رح تقدر تتذكرني؟ خالتي نورمان. ما شاء الله عرفتني من أول مرة. ريان مرقت سنين كتار، كيف قدرت تعرفني؟ خالته أكيد عرفك من الفطاير. بدي تخبروني أول ما توصلوا، اتفقنا؟ يا ريت فيني ضلني هون. عن جد يا ريت فيك تضل، نحن تعودنا عليك. وأنا تعودت عليكم، بس رح نجي بالشتاء. يا سلام. ريان تعال حبيبي، انتبهوا على حالكم كتير منيح، تروحوا وترجعوا بالسلامة يا رب. شكرا خالتي نورمان. بأمان الله يا ابني. آمين آمين. ابني انتبهوا كتير على حالكم. بخاطرك بابا. جدي روحوا لجدك، حبيب قلب جد انت حبيبي. بوعدك نرجع بعد التلت شهور. مفكر التلت شهور سهلين علي؟ يلا مينا. إن شاء الله بيرجعوا لك بالسلامة يا رفعت بي. شكراً كتير لك يا أختي، شكراً كتير. جبت هدول الفطاير حتى يأكلون قبل ما يروحوا، كيف نسيت إني طعميهم؟ جبتوا كترتوا حسبت حساب كلها ياتكون. لا تزعلي خالتو نورمان، نحن مناكلون. يلا فوتوا لكان خلينا ناكل. تفضلوا لعندي. يلا. تفضلوا فوتوا، تعوا خلينا ناكل على البرندة، الجو كتير حلو. ماشي. ايه رح اعمل بريق شاي لحتى نشرب الشاي مع الفطاير. انا كنت رح اعمله نورمان خانو. لا رفعت بيك انا رح اعمل، انت خليك مرتاح. ليك هي شو حلوة.
لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.